تحل الحالة اللي بعد كده. طيب السؤال، هو انت جبت الفار جاب الحكم هنا كابتن عادل؟ انت جبت الحكم هنا؟ انا بس قبل ما اتكلم في الحاله، طب ما جبتوش ليه في الحاله الاولى بتاعت محمد هاني؟ علشان متاكد ان دي مش بنالتي، لكن بتاعت محمد هاني بنالتي. ما يجيبوش كابتن النادي الاهلي دجله اكتر من 3 مباريات اتعادلت فيها من الفار، ما فيش فار بيجي لك. هرجع تاني، انت 17 ماتش ما جالكش الفار ولا مره جابك. بعيد عن الا يجي مره وبعيد عن ده. لا لا كابتن، احنا هنا مع الحكام، والله مش مع الحكام، بس انا بسال سؤال، هو انت يا فار ليه ما جبتش ليه الحكم في لعبه محمد هاني عشان هو ياخد القرار ويشوف؟ ايوه، ما وجبته هنا اللاعب الحاله ديت الفار سيد شعبان جاب الحكم. انا متاكد ان نروح للحاله ونشوف نرجع. ستوب كابتن، انا هنا رايح زقيت الكره ناحيه اليمين، تمام؟ انا كلاعب المفروض اروح فين؟ كلاعب منافس مدافع روح على الكوره، ما اروحش للكوره. على الكوره، على كورتي، ما اروحش للكوره. يبقى هو ده التنافس الصحيح. يبقى انا هنا التنافس على الايه؟ هو راح على جسمه وليس على منافس، ولا ليس على منافس. نشوف الراجل ده، نشوف الكوره راحت فين. يلا نمر، ودي مش كتف في كتف. نرجع تاني. بص يا كابتن، يلا يلا يلا، مشي على طول، مشي على طول. يبقى انا النهارده انا ما رحتش على كورتي، يعني انا يا كابتن لو انا رحت على الكوره وخدت استحواذ او حطيت رجليا فيها وحصل اللي حصل، يبقى انا النهارده عندي فرصه اللعب، وبالتالي انا رحت لكورتي وخدتها. ولكن انا بقول في الحاله ديت نروح تاني ونشوف حسين الشحات راح، وهنا اللاعب راح في سكه اللاعب المنافس، وبالتالي ركله جزاء ايضا لم تحتسب لصالح حسين الشحات في هذه الحاله. يعني انا عندي ركله جزاء طبعا طبعا. محمد هاني ليه ركله جزاء لم تحتسب، حسين الشحات هنا ركله جزاء لم تحتسب، بطاقه حمراء مفقوده في الفرصه المحققه في الشوط الثاني، في الشوط الثاني اختلاف المعايير في المخالفات في الصفرة، فاول مش فاول دخل منه هذا في الصفرة، في الصفرة احتساب مخالفه، لا توجد المخالفه. انا بلعب النهارده، بنتكلم على الدوري الانجليزي والدوري الالماني والخمس دوريات الكبرى، بنشوف فيها التحامات كتيره جدا جدا، ولكن صح. انا النهارده رامي ربيعه نجح في لعب الكره ولم يرتكب اي مخالفه اطلاقا مع اللاعب المنافس، وبالتالي تم احتساب مخالفه غير صحيحه وتم تسجيل منها هدف. فهو كابتن ناصر، هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل على حاله بقى عايزينك تقول لنا لما تشوفها حالتها ايه وتشوف شكلها ايه بعد الفاصل ان شاء الله. تمام يا كابتن، ارجوكم وانتظروا.